لم تعد مهمة اللاعبين فقط الإداء بقوة في التدريبات، ولا فقط الإداء الأقوى في المباريات، بل أيضاً زادت المهمة واجباً آخر، وهو الحضور أمام الإعلام لتمثيل الفريق الذي يلعب له في المؤتمرات الصحفية. وهنا في دور نجوم QNB تعددت وجوه اللاعبين في المؤتمرات الصحفية وتعددت الانطباعات عنهم. دعونا نشاهد سوياً من هم هؤلاء اللاعبين وما هي الانطباعات منهم وعنهم. فالبعض منهم حضر المؤتمر وأجاد فيه، ومع ذلك لم يلعب أساسياً بل لم يشارك. والبعض الآخر حضر وشارك في المؤتمر وأجاب، وفي النهاية شارك لوقت قليل. أما البعض الآخر فقد شارك وأجاد في الملعب بعد أن كان قد حضر وأجاد أيضاً في المؤتمر الصحفي. وفي النهاية تظل تلك المؤتمرات الصحفية واجهة جديدة يطل علينا فيها اللاعب بلياقته اللغوية والشخصية، وليست فقط البدنية والفنية.